مجال التحية ليك يا كابتن اسامه ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز عظيم الحقيقه، لعيبتنا تستحق كل الشكر والتقدير والتحيه على المجهود الكبير، نتيجه كبيره مع فريق مميز الحقيقه، لكن الاصرار والعزيمه اللي معروفه عند النادي الاهلي قدرت ان هي تحسم المباراه بسكور كبير وباداء الحقيقه مميز جدا. كل الامور دي هنتكلم فيها مع الكابتن سامي مصان كالعاده مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي مبروك، فوز مهم جدا، البدايه بتكون مهمه لانطلاقه الدوري كمان، لما تكسب بسكور كبير مع فريق زي سيراميكا لا دي بتدي اشاره مهمه جدا النادي الاهلي هيحافظ على اللقب بالاصرار المعتاد، بالعزيمه المعتاده، بالتحضير المميز جدا اللي بنشوفه في وقت قليل جدا. بنلتمس لكم كل العذر في التحضير يا كابتن سامي، لكن بتشوف المباراه ازاي وحطينا في الاجواء يا كابتن. طبعا الحمد لله، طبعا في البدايه طبعا زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا في بدايه موسم، بطوله طبعا كبيره بالنسبه لنا ومهمه بالنسبه لنا، مهمه لجمهورنا ودي الاهم بالنسبه لنا. ممكن الاداء الشوط الاول ما كانش افضل حاجه بالنسبه لنا، انت عارف اللعيبه في عمل جهد بدني كبير جدا في ماتش العين، ممكن اثر علينا في البدايه، لكن الحمد لله رجوعنا بالشوط الثاني بالاداء دوت بالاضافات اللي الراجل اشتغل فيها الشوط الثاني، اعتقد الحمد لله يعني كان عندنا فرص كمان اكتر من اللي احنا سجلناها، لكن في الاول والاخر بنلعب فرقه محترمه طبعا، عندها سكواد كويس جدا وعندها مدرب كبير جدا طبعا، لكن في الاخر الحمد لله على البدايه. بشكر لعيبه طبعا على الجهد ده، عندنا مباراه ثانيه اهم بقى بالنسبه لنا نحضر لها ان شاء الله من دلوقتي، وان شاء الله ربنا يكتب لنا فيها التوفيق ان شاء الله. توقعات تسجيل حسين قبل الماتش يا كابتن؟ حسين الفتره اللي فاتت طبعا بيأدي بشكل كويس، ومش من خلال الماتشات بس، من خلال التمرين حتى كمان، يعني الراجل مديله ثقه كبيره، هو من اللعيبه المميزه بالنسبه لنا. كل لعيبه طبعا انت عارف مهم جدا ان احنا ندعمها، خصوصا في الاوقات اللي هو ما بيبقاش في حاله يعني يبقى مثلا بعيد عن التهديف شويه، بيبقى مستعجل هو يسجل يعني، لكن الحمد لله في الاول والاخر النتيجه مهمه بالنسبه لنا، والاداء الحمد لله الشوط الثاني اعتقد مميز، وبشكر اللعيبه تاني، بشكر الجمهور اللي جه النهارده وساعدنا، اتمنى ان شاء الله الفترات اللي جايه تكون اكتر واكتر باذن الله. كابتن سامي من المدربين المخلصين، هتاف الجمهور النهارده ليك على ما اعتقد ده بيفرق بشكل كبير جدا مع كابتن سامي تحديدا، الهتاف ابن النادي اهو كابتن سامي اهو، امور بتكون مهمه جدا لكابتن سامي وبترفع الروح المعنويه بشكل عام كده. طبعا تقدير كبير جدا من جمهور النادي الاهلي طبعا، وشرف ليا وتقدير طبعا لما بيجي من خلالهم بيبقى حاجه كبيره جدا، بيسعد الواحد جدا، اتمنى الواحد نقدر نساعدهم اكتر واكتر ونحقق لهم ان شاء الله بطولات كتيره يفرحوا بيها لانهم يستحقوا كل ده. زد المباراة القادمة، تحضر ازاي للمباراة في ظل ضيق الوقت كالعادة كابتن؟ انت عارف ضغط المباريات اتعودنا عليها الحمد لله خلاص يعني، واللعيبة الحمد لله اتعودت عليها، مباراة مهمة بالنسبة لنا وتاني مباراة، انت عارف نظام الدوري دلوقتي صعب جدا ان انت تفرط في اي نقاط من نقاط المباريات يعني، ان شاء الله نستعدلها بشكل كويس، وان شاء الله ان شاء الله نعمل فيها اداء كويس ونتيجه كويسه ان شاء الله. شكرا شكرا، كل الشكر والتقدير والتحيه للكابتن سامي امصا مدرب فريق النادي الاهلي. فوز مهم جدا زي ما احنا قلنا كابتن اسامه، ان شاء الله باذن الله يظل النادي الاهلي بادائه المميز جدا، هي لسه انطلاقه لكن القادم افضل بمشيئه الله مع النادي الاهلي.